صحيفه نيويورك تايمز امبارح شنت حمله ضد مصر بسبب الشواذ جنسيا. شنت صحيفه نيويورك تايمز الامريكيه هجوما جديدا امتى؟ النهارده اليوم الاربعاء ضد مصر تحت مزاعم ملاحقه الشواذ جنسيا. وقالت الصحيفه ان السلطات المصريه اعتقلت 34 شاذ جنسيا على الاقل في اطار حمله وصاعه ضد المصريين، وعيب عليكم، المفروض تحتووهم وتحتضنوهم وتستقبلوهم كمان في محطاتكم الفضائيه زي البعض ما عمل. يبقى عندي بهيدي الحسن وعندي الخارجيه الامريكيه وادي نيويورك تايمز بتتكلم كله في وقت واحد. هو الموضوع مش مشروع ليلى بقى، ده المشروع مش ليلى وخلاص، ده الموضوع اكبر من كده بكتير. ده العيال الشواذ دول طلع لهم صوت، تخيلوا العيال دول طلع لهم دقن، بقوا رجاله امبارح بيتطولوا على مصر، بيتكلموا على مصر مش سايبانا ناخد حقنا، مصر مش عارفين نعيش في مصر، مش عارفين ناخد حقنا في مصر الوحشه، مصر دي دوله وحشه. والراجل اللي كان موجود على الصوره، انا اسف والله بعتذر لكم، بعتذر للمشاهد ان انا جبت صور قميئة على الشاشة بتدافع عن حاجة حرمتها كل الاديان، مش الاديان، حرمها حتى الناس العلمانيين ولا الناس اللي حتى اللي ما عندهمش دين خالص، قالوا ان الكلام ده قميء، شيء قميء، شيء مقرف، شيء بيتنافى مع الطبيعة الانسانية، مع الفطرة. أنا بدعو كل مواطن مصري إنه ينتبه، وكل الإعلاميين ينتبهوا، في خطة ممنهجة ومقصود بها الإيقاع بالأسرة المصرية.